ما فيش دولة واحدة تاخد لاجئين ليها، ما فيش غير مصر بس. مصر فيها ملايين السوريين وملايين السودانيين وليبيين وعراقيين. السعودية كده ما تقولش ان انا هستقبل 1,000,000 سوداني، بأنهم يعني بيعملوا اتفاقيات جادة، اتفاقية استمرار الحرب دي، ها؟ ولا هو الموضوع تصوير وميديا وواجهة سياسية، وانتوا مش بتساعدوا الدول العربية في حاجة؟ حد كده فكر الامارات كده، ولا السعودية، ولا المغرب، ولا الجزائر، ولا الأردن، ها؟ حد فكر كده ياخد 1,000,000 عراقي، ولا 1,000,000 يمني، ولا 1,000,000 سوري، ولا 1,000,000 سوداني؟ تساعدوا مصر شوية، ولا هي مصر بس؟ يبقى ما تتكلموش بقى، ما دام مصر بس يبقى مصر رقم واحد في الشرق الأوسط وفي الدول العربية. ما دام وقت الجد ووقت الحروب مصر بس، يبقى تبطل تضايق مصر وتعمل نفسك رقم واحد، عشان انت رقم 20، رقم 50 كده. وأكبر دليل اللي حصل ده إن الدول العربية كلها يوم ما يحصل حاجة مش هتلاقي غير مصر. لو بلد كده زي السعودية ولا الإمارات احتلت كده، وفي مثلا 10,000,000 كده هيروحوا في مكان، مش هيروحوا في حتة، هيجوا مصر. سوريا، بمناسبة سوريا، استقبلت في لما العراق حصل فيها حرب أكتر من 1,000,000 عراقي يخشوا يشتغلوا ويبقوا زيهم زي السوريين ويتعلموا. في حرب لبنان، اللبنانيين راحوا سوريا، سوريا استقبلت الناس دي كلها. للأسف بشوف في لبنان دلوقتي عاملين خيم للاجئين السوريين، أطفال كانوا في اللفة وشفتهم كده على حسابهم على السوشيال ميديا، لحد ما بقى عندهم 7 سنين وهم لسه في الخيم. تركيا لسه حاطة خيم للسوريين. الدول العربية منعت دخول السوريين ما عدا مصر. حاجة صعبة جدا، وشكلكم وحش قوي. تحيا مصر يوم الدين. شكرا.